السلام عليكم. في معلومة على السريع عايز انبه عليها. في العربية الجيل الاميجرانت التقسيمة بتاعتها هنا في الفاريبل جير لما يكون الترس ده اصلي بيكون في سهم هنا مرسوم بالبوية على الترس الاصلي، تمام؟ وجنب منه الشرطة دي، الشرطة دي مش التقسيمة، مش العلامة خالص، تمام؟ لما الترس ده بيبوظ او يتغيره لاي سبب إن كان فبتشتري واحد جديد، الترس اللي انت بتشتريه بيبقى عليه علامة هنا بالطول كده طويلة وما بيكونش فيه سهم. لو انت اشتغلت على العلامة الموجودة هنا بالطول دي كده غلط، انت كده خلفت تقسيمة، نطيت سنة زيادة. طب ايه هو الصح؟ الصح ان ابتدي اعد من هنا، اعد 4 سنون، دي 1 1 2 3 4 واحط التقسيمة بتاعتي، تمام؟ ما اشتغلش على العلامة دي، العلامة دي خطأ، ما اشتغلش عليها. ولما تشتري ترس جديد، تمام، مش محطوط عليه العلامة اللي بالبوية اللي هي تبقى هنا، العلامة اللي هنا بتبقى خطأ، تمام؟ لو حضرتك حليت زي ده ترس اصلي يعني لسه من المصنع طالع، هتلاقي فيه هنا سهم مرسوم بالبويه بيقول لك اشتغل حط تقسيمتك في المكان ده. دي معلومه مهمه جدا، لان العربيه دي كانت مغيره كتينه بره الورشه مش عندي، وحطيناها على الجهاز لقينا ان عندنا حساس الكامه معلم، ومعلم لو بيرفورمانس يعني في اداء غير مثالي للترس. فلما كشفنا على التقسيمه لقينا السنه دي نقطه من هنا لهنا. طبعا ده مش عيب صنايعي، دوت مش عيب صنايعي، ده حاجه هو ما انتبهش ليها، لان هو طبيعي هيشتغل على العلامه الموجوده اللي هنا، تمام. ده عيب مصنع، عيب من الشركه نفسها، يعني الشركه المصنعه للترس ده المفروض تظبط علامتها على الترس القديم، يعني المفروض تحط البويه زي ما هي كانت محطوطه او تحط العلامه صحيحه مظبوطه. فده مش خطا صنايعي، ده خطا مصنع اشتغل على العلامه. فده تنبيه للناس اللي هتغير ترس، اشتغل من هنا، عد 1 2 3 4 وحط التقسيمه بتاعتك، مالكش دعوه بالعلامه اللي هنا. لو لقيت علامه بالبويه اشتغل عليها، لو لقيت شطه مالكش دعوه بيها، اشتغل بعد منها بعلامه. ارجو تكون المعلومه وصلت. السلام عليكم.